شبقى فيه بدا تواتم بقى زياد واني وشويه الفالحي وكا خاطر الفالحي هاو حتى من حضر هذه نحاول على خاطر قال لي ما نسبش وما نعملش كراه شيء اني مش ولي ندافع على جمعيتي بسيف نقول اني واحنا ونضرب البوني على جمعيتي ونرمان وعادي جدا شبيك انت تقول واني ما نقولش وهم حتى كم يقولوش عندهم شكون يقول قتلوا انتوما 50 و60 قناه ما بعلكم وروادل ورئاسه الحكومه ورئاسه الدوله ومجلس النواب واللي تحب عليه انت اخي ما صار معانا نحن هكا انت يظلم علاش ما يتكلموا بتعصب هو تخشش زياد وين تخشش ونشعلوا تغيب العداله في البلاد هذه الرياضيه ما نحكيوش على حاجه اخرى ديما نحكيو في السبور ما تعاملش انت الكلوب والتوال والسي اس اس كيما جماعه هذيك انا بطبيعتي مش نخرج انا نحب التوال معناها انا كي الناس كلش عملها كي بعضهم انا ما عادش نتكلم نولي ما عادش عندي انت تعمل في الكراهيه بين الناس انت كي تعامل هذاك على هذايا شو يصير انا نولي ننقد هذاك نقول شبيه هو تعمل له واني ما تعمليش نشره جويه بالتنين تاع الترجي والاخر مازالكوش خطبه الجامعه ما حكاوش انت حسب رايك شنين المقاييس اللي قاعدين يختاروا فيها باش يختاروا ديكرونيكور في البرامج الرياضيه هل صحيح فما محاباه ام فما نزاهه ام فما ثقافه رياضيه فما محاباه وفما هذا باش يساعدني انا حاجتي باش نخدم لاجوندان تاع سي محمد بلطيف ما يتمشي لي معاه كان سامحني ما يتمشي لي معاه كان مكرم اللقام لا سي محمد زياد لا فما ما كذبش عليكم فما الكادوات وفما فلوس تحت الطاوله وفما ناس ياخذوا باكوه باش يمشي يجيبوا كرونيكور وفما محامين بعض المحامين بعض هذا كل موجود يا هذا كل موجود اختار القناه اللي تمشي لها انت كان كلمك لحد الرياضي تمشي ولا نمشيش انا حر في حد ما يقولش نعمل وحد ما يقولش نقول في الشوف لحد الرياضي لا يا حسن لحد الرياضي يرحمه صراحه لحد الرياضي مان اللي قالوه بربي اسمعني تحب ولي حد رياضي باهية تحب ولي حد رياضي باهية يعمل حد رياضي مرة في سوسة ومرة حد رياضي في بيجة ومرة حد رياضي في قفصة طول حد رياضي باهية ما دام حد رياضي ديما في العاصمة ماهوش باهي رضوان وبسلامة على مسؤوليتي كما يقول صاحبي على مسؤوليتي اتعس برنامج في تونس هو لحد رياضي اللي هو موجه واللي هو يخدم في اجندات معينة واللي مقدم برنامج راسي كنزوعي وقتها تعارك هو تاع الجري يطلب فيه كل جمعه ويطلب وضربني عليه في التونسي.